المفوضيه مال الانتخابات وياكم استاذ. اي نعم، وعندكم بطاقات. احنا معاناتنا صعوبه، يعني قلت لك كواقع احنا في مركز القضاء، وبما ان عدد المراكز هواي، يعني عندنا ضمن هذا المركز حوالي 12 مركز، احيانا صعوبه وصول الناخب، يعني في مناطق بعيده، مناطق نائيه عندنا في القضاء، يعني يقدر ما يقدر يوصل، ان صعوبه وصول الناخب. يعني بعض المواطنين انه احنا قبل ما نطلع من مركزنا نطلع مجموعه من البطاقات، وتعرف عندنا ارقام التليفونات نتصل عليهم، فتاخذ من عنده قبل يوم موعد، يوم ثاني تجي لازم قبل ما تدق الباب هم ما تتصل عليه، وتعرف هنا اغلب البيوت عندهم كاميرات وهيك، فتوقف قدام الكاميرا كون وتلوح له وتقول له يابا انه انا اللي اتصلت عليك من المفوضيه هيك، يا ريت تفتح لي الباب. البعض يفتحون والبعض ايضا ما يفتحون رغم هذه كلها اللي مسوي لهم. موجوده بطاقتي عندي بس ما انتخب انا، لان ما شفنا واحد صالح، ما شفنا واحد مثل صالح، كلهم نسوي ونسوي كل شيء، ماكو بس حكي بس حكي، ماكو واحد مثل ما تقول شفنا مثل عمار، مثل شو اسمه شغل العالم، مثل ضل العالم هاي الفقره متروسه مثل ما تقول، هاي مجاديه متروسه بالشوارع. احنا اذا نريد نبني بلدنا او نريد نطالب حقوقنا لازم نشارك بها، لان حتى راح ننتخب نعطي صوتنا له باشر عقب نقول له احنا انتخبناك، فمن المرحله الثانيه اذا راد هذا نقول له بالمرحله الاولى انت ما قدمت لنا شيء، فشلون هسه انتخب الثاني بمكانك الجاي، فمشاركتي لازم حتى تستمر العمليه الديمقراطيه. عندنا عملية تجريبية نفحص بها الأجهزة، وكذلك الناخبين هم من الموظفين يوم الاقتراع الواحد من موظفي من فئة شريحة موظفي الدولة، اليوم دي يشاركون ويانا بالعمل، هم يشوفون الأجهزة وهم يشوفون يشتغلون عملي ويانا، إضافة إلى عملية كاملة انتخابية كاملة راح تطول لمدة ساعتين، هي تجريبية، راح نسوي كل العمليات اللي راح نجريها بيوم الانتخابات من انتخاب وتصويت وعدوى فرز وملء الاستمارات إلى إرسال البيانات عبر القمر الصناعي إن شاء الله. We'll be right back.